ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. إذن مجددا مشاهدي الأفاضل أينما كنتم، نرحب بكم إلى ملعب الأبطال الوطني في لوزاكا العاصمة الزامبية. المنتخب الجزائري في مواجهته الخامسة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي سيواجه فيها المنتخب الزامبي بهذه التشكيلة. رئيس وهاب بن بلحي في حرسة المرمى، على الجهة اليمنى سيكون حسين بن عيادة لاعب النجم الساحلي الذي يشارك لأول مرة مع المنتخب الجزائري. أيوب عبد اللاوي على المرجئية اليسرى لاعب نادي سيون. طهرات في وسط الدفاع رفقة جمال بالعمري، وسط الميدان مهدي عبيد وعدلان قديورة، رشيد غزال، يوسف بليلي، إسلام سليماني، وبغداد بنجاح لأول مرة يشركهما سويا المدرب جمال بالماضي في الخط الأمامي. هذا هو حسين بن عيادة اللاعب الجزائري الذي لعب في النادي الإفريقي وفي النجم السيني. الآن مباشرة الكرة بعيدة بالرأس، التغطية الدفاعية، جمال بالعمري خرج في هنالك عن بغداد بنجاح، الكرة لم تصل، محاولة التسديد، أول محاولة لجمال بالعمري، يبحث عن يوسف بليلي، تقنع رشيد بيسرى، رشيد يوزع كورة خطيرة، الخائم يرد ويسد كرة بغداد بنجاة، يمنى لحسين بن عيادة يبحث عن المرور، التوزيع خطيرة، وضع التسلل بغداد، يوسف راح، يوسف دخل، يوسف خطيرة، بليلي قبل المونديال، يوسف بليلي في القائم الأول خطير، لونجو يحاول يمر يوصلها كرة خطيرة خطيرة خطيرة، كرة صعبة وخطيرة، وخذ الكرة مرفوعة القائم الثاني، مرت سلامات، مرت سلامات هذه، التغطية من مرة كثيرة، راح الجول 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 وجول. إسلام على طبق لغزال، يا سلام على الاسمين، إسلام وغزال وجول للمنتخب الجزائري عند الدقيقة 18 من عمر الشوط. يا سلام، لف لبغداد بنجاح مرة ثانية، بغداد يا بغداد يا وي وي وي. لا 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 بن عيادة وأيوب عبد اللاوي، لأنهم دخلوا في منظومة لاير أمام زامبيا في لوزاكا، الكرة مرفوعة على القائم الثاني، رشيد يمر، بابا بابا رشيد، ويا يا جول، لا لا جول يا إسلام، ممرر حاسم وهداف بارع يا إسلام، رائع أنت يا رشيد يا غزال، رشيد غزال يراوغ ويعبث بدفاع زامبيا ويمرر في القائمة الثانية لإسلام، وسليمان يحطها في الجول ويسجل الهدف الثاني، هدف يلحق على الكرة هذه، وما زال التوزيع رائع، إسلام حاول يمر، يوسف يدخل، يوسف سقط، يوسف سدد، التسديدة، بابا 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 مهرات طريق مويبو يدخل يلعب بينية، التسديدة وسهلة، لوكا باندا، كرة خطيرة، مرت سلامات، خطيرة مرت سلامات، يلعب على الجهة اليمنى، محاولة التوزيع خطيرة، أعطى لهم ضربة جزاء، أعطى لهم ضربة جزاء حكم المباراة في تقديره أن جمال بالعمل، لا 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 يا إسلام، لا يا إسلام، لا يا إسلام، لا يا إسلام، نحن مقبلون على تصفيات كأس العالم. دادي الركلة ياخذ كامل وقته، باتسون دكا، ولالا جول، الهدف الأول للمنتخب الزومبي، رغم أن الرئيس وهاب بن بلحي ارتمى في الجهة التي اختارها هو على يسار على يساره في الجهة التي اختارها، لهدف واحد من إمضاء رشيد غزال وإسلام، والحارس يخرج هذه الكرة لركنية، محاولة المرور، حذاري عدلان، حذاري عدلان لم تنتبه للاعب خلفك، يستلم الكرة، مازال يلعبها ليوسف بن عيادة بالرأس، ودي الكرة يلعبها مع يوسف، دخل بليلي، راح يوسف بليلي، مازال بليلي، الحق عليها في نهاية المطاف، موسوندا يوزع كرة ولكن بين أحضان، لدخلهم لاعبين رواقين مدافعين أيمن وأيسر، ثمانية من هنا، كعادته في الكرات العالية، رشيد غزال ممتازة لبغداد، نادي الفتح لعب في نوتنغهام فورست في دينامو زاغرب لسنوات طويلة، لعقل يا يوسف، لعقل يا يوسف، بعيد الكرة هذه، ترى كرة خطيرة لعناصر المنتخب الزومبي، محاولة المرور، مرت سلامات، مرت سلامات هذه، ويبو يلعب على الجهة اليمنى من هنالك للونجو، خطيرة، والدفاع عن طريق إسلام سليماني، تبقى الخطورة بالرأس، جول
تبقى الخطورة من رأسه جول. هدف التعديل من شاتوس شاما الذي يسجل بالرأس معدلا النتيجة في الدقيقة 7 من انطلاقة الشوط الثاني. قلنا لكم أقوياء في الكرات العالية وشفنا في الركنية كيف كان تجمعهم داخل منطقة مولينبا. يحاول يمر مولينبا يلحق عليه بشكل واضح اللاعب حسين بن النعي. خطيرة وجول، خطيرة وإسلام وجول. هرب بغداد ومر لإسلام، ثنائي يا سلام. الهدف الثالث المباغت لي أكثر منكم. على كل حال هرب من بغداد بنجاة على الجهة اليمنى، إسلام سليماني في المكان المناسب يسجل. سانكالا كرة هائلة في العمق وتغطى هنالك مع مدافع شاما. حاولت الانطلاق، يا جمال التسديد، محاولة التسديد، التوغل وجمال على الجهة اليسرى، ترفع الكرة بعيدة تماما والتغطية. رائع يا جمال. وبغداد من العربي السوداني لعب مع بغداد، رجعت له هلالي، وصل لإسلام، الكرة بعيدة، بغداد كرة خطيرة، بغداد وهدف الرابع، بغداد يراوغ، بغداد ليوسف البليلي يبحث عن بغداد، كرة خطيرة، بغداد والحارس يصد الهدف الأول. دكا يدخل، دكا حسين بالعيادة يتفوق من دون خطاب، يرجع للخلف لأيوب، أيوب الكرة الأرضية والتغطية. يلعب ثاني مباراة له مع المنتخب الجزائري. هاي كرة تلعب، الكرة وصلت لإسلام سليماني، إسلام لا يوسف، كرة التسديد والكرة لم تمر لأن حسين بن عيادة كان في المكان المناسب وخرج هذه الكرة. طالما ضربة جزاء غريبة، خليوه لا يا رئيس، خليوه على اليمين مع الشمال. دكا والرئيس والتسديده وجول. 3-3 صارت النتيجة. لا، لا يجب أن تخرجوا عن المباراة أبدا، لا تخرجوا عن المباراة. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. معك طلقة 7؟ لا أنا معي 5 طلقة. نعم أبو الخرا، ورا الشجرة. نم يمين، نم مع الجبل.